مساء الخير يا شباب، اهلا بيكم في بودكاست تحت الارض في كوكب الارض. هوست كبير الكهنه، كو هوست عمر بوفلوت، والنهارده معانا ضيفه مش ضيف. هي جديده في مصر تقريبا، بقى لها يومين وعملت قلبان اول ما جت. مش يعني هي بري مش شغال برضه ليش صوت كده عامل صوت الايرور بس مش جاي. اهلا يا بري. اهلا يا ياسين، ازيك؟ اهو منور البودكاست. بنورك والله. بري يا جماعه معروفه بالتراك اللي اسمه شجله. شجله يعني شجله بس الاول. اوكي بس كده يعني نشوف الدنيا ماشيه ازاي. شجله ده رد على سالمونيلا، هما الاثنين مرض. اوكي هما الاثنين بكتيريا. اوكي تمام، بتيجي في الامعاء. بس سالمونيلا، شجله اقوى من سالمونيلا. شجله اقوى من سالمونيلا، عشان شجله دمويه شويه، سالمونيلا لسه. لا يعني شجلة. يعني هو سالمونيلا وانتي شجلة بالظبط، فانا هرد عليك بتراك انتينال. هتخلص عليها كلنا، هتخلص عليها، هتدمرنا كلنا، ما تخسر الدنيا كلها. فهي بيري معروفة بتراك شجلة، ده اول تراك عملتيه هنا في مصر بالزبط. صح؟ والتراك سمع بسرعة جدا. بس احنا لو احنا مثلا الناس تعرف بيري بس اللي هو شجلة، او شافت التراك مع اوبكا أورتيجا. اسف، مع أورتيجا. بس هم ما يعرفوش اكتر، يعني عايزين يعرفوا بيري بدات امتى، كانت بتعمل ايه. يعني في ناس ما تعرفش انت بروديوسر، فاحنا عايزين نعرف اكتر بقى بيري ايه، بداتي امتى في المزيكا او دخلت ازاي. هو انا دخلت ازاي؟ وانا ما دخلتش المزيكا اصلا، كنت رافضه ان انا اخش من المزيكا الاول، عشان ما كانش جوي يعني. بس من وانا صغيره، من وانا عندي 8 سنين بغني يعني. الراب جي متأخر جدا، الراب جي السنة اللي فاتت. اوكي فاهم؟ الراب بالانجلش، عشان ابتديت بالانجلش. انا ابتديت انجلش وفرنساوي. بعدين الراب العربي جي اول ما جيت مصر، فاهم؟ يعني انت كنت بره مصر بتربي بالظبط، براب بالانجلش ولسه الحاجة على ساوند كلاود لغاية دلوقتي، وعلى انغامي اصلا لسه موجودة. نزلت كندريك ساز وآل داي، وكان الاثنين produced by me وميكست وماسترد بيا، والارت ورك يعني كل حاجه. يعني انا فاكره كان جكساس ده خلصته في 4 ساعات بالارت ورك. انت اللي عاملاه من زيرو ل مفيش تيم من A to Z. لا انا كنت بسجل. انا بجد كلنا فاهم اللي يقول لك انا كنت بسجل في الدولاب، كلنا كنا بنسجل في الدولاب. انا كنت بحط الملايه قدامي والمخدات ازنقها، فاهم؟ عشان انا كنت بدرس اساسا اكوستكس، فاهم؟ لا كنت كان فول اكوستيك تريتمنت في الاوضه، وبدخل فاهم انا الدولاب بتاع العلقه انا بدخل نفسي فيه، فاهم؟ وبعدين احبس نفسي واتخنق بقى، انا مش قادره. انا مثلا لو في حته فاس لون اللي هو فاهم بس وكنت بعمل كده. وبعدين حصل كذا حوارات كده، وقررت ان ارجع مصر. بس انت قبل ما نيجي بقى حته مصر، انت بدات وانت عندك كام؟ قلتي غنى ولا راب؟ غنى 8 سنين. 8 سنين بس ما جاليش اللي هو القوه ان انا اطلع اون ستيج واطلع صوتي، عشان كان في تنمر رهيب في المدرسه، فانا اللي هو مش هفهم التنمر بالشعر بكله فاهم والصوت، فلا مش ناقصه يعني. فبس فاول مره طلعت اون ستيج كان عندي 15 سنه، كان في حفله مدرسه كده كل سنه بنطلعها، وعاملين تالنت شو. فطلعت في التالنت شو وانا كنت فاكره كانت اول مره اغني اغنيه قدام الناس، وكانت اغنيه صعبه بطريقه اللي هي ادال رولينج ان ذا ديب، ففيها هاي نوتس بقى فاهم. لما برجع ان تايم هم مستنيين كميه النشاز بالظبط، كميه النشاز هم مستنيين نفسي بالظبط. فاهم. فبعد كده كملت غنى وكملت غنى انتل بقى اخدت التيك بتاعه الراب، قلت انزل فري ستايل. بس والبرودكشن كان ساعتها ولا لا؟ البرودكشن جت وانا عندي 18 سنه. وانا عندي 18 سنه كنت اوريدي ببرودوس هاوس وبروجريسيف هاوس اوكي اساسا. دي كانت مدرستي الاول.
كنت ببرودوس بروجريسيف هاوس وما نزلتش اي حاجه غير حاجه واحده حاجتين ومسحتهم من على ساوند كلاود. ليه ماشين؟ لا بس ما كنتش عايزه اتعرف كبرودوسر بروجريسيف هاوس. فاهم قصدي؟ ايدنتيتي. كايدنتيتي ايشو يعني ايدنتيتي بروبلم يعني. فمسحتهم ومش عشان كواليتي, انا ما عنديش اي مانع في الكواليتي بتاعتي تكون وحشه وتشوفوا التطور, انا ما عنديش اي مانع يعني بالضبط. تشوف كندريك ساز وال دي حاجه يا يعني كمه البشاعه والميكسينج حاجه يعني فاهم, بس بس لما تشوف التطور بالظبط انت تمام بالظبط فاهم, فانا ما عنديش اي مانع ما عنديش اي مانع فاهم قصدي. فبداتي في البرودكشن في الهاوس والحاجات دي بالظبط, وكنت بطلع حفلات وبتاع وكنت بستغل الحفلات فاهم, العب الاغنيه بتاعتي تشوف الدنيا ماشيه ازاي. اوكي وايه اللي دخلك في الراب؟ ايه اللي دخلني في الراب ان انا اساسا من وانا عندي 11 سنه وانا بسمع راب. اوكي يعني كنت فاهم غطسه قوي في ثقافه الهيب هوب وهيب هوب از ا كلتشر مش بس راب فاهم بالظبط از ا كلتشر بالظبط. فبس هو جه سمعي الاول قلت اجرب الكميه الراحه اللي حسيتها كميه الراحه اللي هو انت لما بتيجي تسونج رايت تكتب اغاني كمغني انت مقيد بميلودي بالضبط. في الراب انت بجد ممكن كل 8 بارات او يا سيدي كل 4 بارات شينج فلو وانت يعني انا اخدتها كتحدي. طب انا عايز اشوف كميه الفلوز اللي هطلعها في تراك واحد, عايز اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي فاهم, متحمسه يعني عالم تاني فاهم, اللي هو عارف علاء الدين هول نيو وورلد, انا اللي هو ايه العالم اللي ما فيهوش قواعد اللي هو فاهم اللي هو حاطط المبادئ بتاعته على كسر القواعد. انت تمام ممكن تكون اوت اوف كي بس ده ميزه لوحدها. لا بس الاوت اوف كي يعني معظم الرابرز بره ما فيش حد سمعته اوت اوف كي. او دي بي دي ام اكس الناس اللي بتتيون بون تاجز ما عندهمش, ان هو الرابر بيعرف اذا كان بي اوف كي ولا لا. وبعدين انا لاحظت ان الدنيا فاهم بعد ما الاوتو تون جه زبط بعدين دلوقتي ابتدى يرجع مع بوب سموك. اوكي يعني لسه قبل ما اجي سمعت الالبوم الجديد وعنده اغنيه اسمها دو, مفيش اوتو تون يعني هو مزاج. اوكي انت فاهم. فالدنيا مهما تطورت هي هترجع بوينت ايه تاني بالظبط فاهم. انت عملتي راب وانت بره مصر؟ عملتي راب وكان انجليش وفرنش. كان انجليش وفرنش وكان فري ستايلز بس. تمام ابتديت بقى ايه جيتي مصر ايه اللي حصل؟ جيت مصر يعني جبالك من الاخر قلت الانجليش مش هياكل عيش طبعاً. مش هياكل عيش, كفايه انه الراب ما بياكلش عيش فاهم, فيبقى راب وانجليش كمان. فلا اتعلمي بقى شوفي الدنيا ماشيه ازاي. الانجليش كتابه العربي مختلفه جدا, القوافي عندنا رهيبه تاني بقى حاجه تانية. وبعدين بجد لغه مليانه حاجات, غنيه جدا فاهم. فانت مهما لقيت حاجات هتقولها انت في تاني هتقوله فاهم قصدي, بس انت وشطارتك بقى ما تكررش اللي انت بتقوله. شخص متمكن من اللغه العربيه بالظبط, متمكن, وده اللي كان ناقصني يعني. انت كنت تجيلي من 5 شهور انا ما فيش فاهم. لغايه ما قلت ان انت لازم تنزلي الشارع, انت لازم تتعاملي مع ناس بره الكوميونتي, انت عارف بقى بره الكوميونتي بتاعتنا فاهم, انت لازم تتعاملي, لازم تكسري ال 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 الحيطه اللي انت بالظبط. فايه تفتح النوت باد عندي على التليفون قاموس انا نزلت القاموس العربي عشان احفظه. صعب جدا. انا نزلت القاموس العربي عشان بس احفظه. ايه المعجم فاهم. قوافي قوافي طبعا فاهم, بس يعني انت النوت دي ان هو اي كلمه تسمعيها اي كلمه اي كلمه انا دلوقتي سبونج
سفنجة كده فاهم، بستوعب كل حاجة حواليا، أنا مش هرفض حاجة من الكلام. وقتها بقى لما أقول أنا تمام دلوقتي هفلتر. فعملتي تراك شجل شجل. طيب التراك ده لما نزل لقيتي صد من ناحية الناس؟ من ناحية ايه صد؟ صد ايه ده البنت وتعرف هنا البنت تراك، ما انا هقولك البنت مش عارف ايه، لأ ايه ده مش عارف ايه، ما انا هقولك كده كده في المجتمع اللي احنا فيه كده كده هيحصل لي صد عشان المحتوى اللي انا بقدمه على الاغنية دي. اوكي. فهو اساسا اغنية يعني الراجل عارف بيعبر عن نفسه مش عارف ايه عشان تبقي تقولي لا وبتاع، فانا جاي اقول له في ايه يابا، في ايه يابا، ايه يابا فاهم. فكده كده انت هتتصد، لو انت بتكلمي ليه، هو جه جنبك فاهم. ده فكك من حتة الراب، بس لما حتة الراب نزلت انا ما توقعتش اللي انا شفته، يعني اللي هو لا على فكرة يجي منها، كان في ترحيب يعني. بص هقول لك انا لما قررت اراب العربي جالي كمية فام اللي هو هم ما بيحبوناش كستات. ما لا هم هيرفضوكي حتى لو انت شاطرة بالظبط. اوكي صح فاهم. انا ما شفتش ده، بس انا ما شفتش ده يعني. انا مثلا لو واحدة بتتأثر من الناس هتقولهولي وانا تمام انا هسمع كلامكم مش هجرب، لا طبعا كانش هيحصل حاجة فاهم. زي ما انتي فاهم، ما كنتش هجرب اصلا، بس قلت انا هخسر ايه، انا هخسر ايه، دوسي. حلو، فانتي دوستي. انا دوست. شايفة بقى مطرح ما دوستي ده، شايفة ان البنت في المشهد المصري، انت دخلت حطيت رجلك بقالك قد ايه كده في المشهد المصري؟ 5-4 شهور. شايفة ان في تهميش للبنت، مش واخدة حقها، مش واخدة دورها؟ لا. البنت بتحبط بتمشي، بتخش بيحصل صف عليها بتمشي، مش عارف ايه، مش هقولك حاجة بزبه. هقولك حاجة، انا واحدة، انا اهو بنت بتراب، بس انا عمري ما شدني بنت بتراب. غير شادية منصور. غير شادية منصور ماشي، عشان البنت اول ما تركب على البيت ده بتاعي خلاص. بس عندنا فهم؟ انا فاهم قصدك، بس في مصر في بنات عملت راب يعني، في مثلا يوكا شاهين ما شدتنيش. مي مراد. انا مش يعني في اسامي على مر على فتره، الفتره بتاعت الراب من ساعه ما بدا من ايام اكس كرو بتوع البنات جت تمام، اللي عملوه في 2004. بعد كده حصل كام في كذا بنت طلعت. ما انا اقول لك حاجه، انا كلام اللي هو مجتمع ذكوري وانا ما اعرفش ايه ولازم نحارب ولازم ما بيشدنيش. فليكسي على البيت، انا عايزه دي. اوكي خلاص انا تعبت. ما تقوليليش حاجه احنا عارفينها، ما تقوليليش حاجه احنا هي معروفه، ما احنا عارفين ان احنا في مجتمع ذكوري وهيقمع البنت، خلاص عارفين، قوليلي حاجه جديده. فانت شايفه ان الكلام ده مش في الاغاني، مش في الاغاني بس، خلاص تراك واحد وخلاص، او تقدمي بطريقه مختلفه مثلا فاهم. فاهم، وريني انت هتيجي على المجتمع ده ازاي، بس ما تخليش نفسك فيكتيم، ما تخليش نفسك ضحية. اوكي تمام. عشان احنا مش ضحية فاهم. احنا مش ضحية مجتمع ذكور. المجتمع بتاعنا. اوكي. انا بكلم دلوقتي عن مصر او الوطن العربي عامة، بس في طبعا بلاد متفتحة اكتر من فاهم. بس انا بكلم دلوقتي عن مصر، يعني خلاص احنا عارفين، وريني حاجة جديدة يعني. دلوقتي اللي اقدر اشوفها بتقدم حاجة جديدة دارين. اوكي فاهم. دارين مش كل تراكات كمان انا ست ومظلومه في المجتمع وما حقي تراك او تراكين مثلا. ايه تراك او تراكين والباقي خلاص بقى فاهم. يعني فاهم قصدي، بس مش في كل تراك. دونت ابيوز السبجكت. انا فاهم قصدك في النقطه دي يعني، بس انا شايف ان دي ممكن تبقى قضيه هم الست تبنتها طبعا عشان باللي احنا عايشين فيه. طبعا بالظبط نتيجه اللي بيحصل. اكيد طبعا في تراكات. بس اقول لك انا مش مع الفكره، يعني انا مع فكره انك
عبري عن نفسك وعبري انك ست في المجتمع اللي احنا فيه، بس ما تقلبيش نفسك ضحية. يبقى عبري مش كضحية بالظبط. يعني في طرق، بس مش كل تراك هسمعه بنت اللي هو مجتمع ما اعرفش ايه وفين. فين فين ايوه احنا عندنا على فكره مشاكل تانية كبنت. ربي على الولد اللي فاهم مبهدلك في حياتك زي ما الولاد بتراب على البنات اللي فاهم. ربي على اول ما اخدتي الشهره ايه اللي بيحصل لك حواليكي. اوكي تمام فاهم، عشان احنا عارفين اول ما حد بياخد شهره سواء عن رجل او مراه في الدنيا بتتحول حواليه صح فاهم. ربي على حاجات جديده. طيب لو احنا خدنا مثلا الكلام ده يعني وبصينا اكتر، هل المعنى كده ان الكلمات اللي بنت تقولها اولا خلينا سي رابر مش هنقول بقى ولد ولا بنت، هل لازم يستخدم اللغه الدارجه والحاجات دي في الليركس ولا هو بص يتكلم بواقعيته هو؟ لا اصل بص الرابر كده كده انا ضد فكره ان انا رابر فانا جاي من بيتي فانا هكلم من بيتي. انا الراب انت ممكن على فكره في التراكات تبقى كذا شخصيه، ممكن طبعا فاهم، وتتكلم بطريقه الشخصيه دي لو في البيئه دي هتتكلم ازاي، لو البيئه دي هتتكلم ازاي. اتس ان ارت فورم. بس ده ما انت جاي من فكره الراب ده انا وبتاع وانا بعبر عن نفسي. معلش الارت فورم ده في الفيلم لا والله، لكن ده في مش ده يعني. انت مش شايف الارت فورم فانت بتسمعي الصوت فلازم تصدقي الصوت، لكن انا لو هغني اغنيه فيها فانتازيا وخيال وانا بقوم بقى وبقوم في الدنيا والسماء وكده حاجه عشان اغنيه المنطق بتاعها هو منطق خيالي فمسموح فيها كل ما هو ليها أيوه. منطق خيالي أيوه. لكن لو اغنيه ليها علاقه بالواقع عشتي او انا هحكي او هفليكس او هتمنظر واتفشخر على الناس. طب بقى speaking of flexing احنا حالتنا ايه عشان نفليكس؟ معلش بالظبط بس احنا صايعين على التراك فاحنا هنعمل اللي احنا عايزينه وهنقول اللي احنا عايزينه، فهينفع ندي تشبيهات بقى بان احنا ناس جامده بقى ومش فاهم؟ عارف ايه انت فاهم قصدي. بس ما فيش حاجه تمنع ان يعني مثلا وريني العوق اللي انت فيه. طيب انا عايز اشوف الحته دي فاهم، انا عايز اعبر على الحته دي منطق. مش همسك الشخصيه وفي كل اغنيه فاهم، انا برضو لازم في مصداقيه بالظبط. انا بتكلم عن انت بتتكلم في نقطه المصداقيه بس مش دايما كده، اصل انت بتركبك حاجه انت وانت بتسجل. انا بعتبر الناس لما بتيجي بتسجل ده تمثيل، وبعتبره ان هو اصعب من التمثيل عشان في كذا تيك وكذا تيك وكذا تيك وكذا تيك، ولازم كل ده تبقى في نفس الشخصيه بنفس نبره الصوت بنفس ما اعرفش ايه عشان بتوصلي صوت. بالظبط انت لازم توصلي صوت، فلازم اللي بيستمع يعرف ان انت بتوصلي صوت. بوصل صوت وانا بسجل، انا شايفه الفيجوالز هتبقى عامله ازاي وانا تعبير وشي في الفيجوالز هتبقى عامله ازاي، فانا لازم الصوت يترجم الفيجوالز. انا ما ينفعش ابقى وانا كده فاهم. طيب ادي عملتي التراك شغل لو كانت تاني وبعد كده شغاله انت دلوقتي على بروجكت انت شغاله عليه، انت رايحه فين؟ بيري رايحه فين؟ انا دلوقتي كبيري الارتست الرابر والبروديوسر مع بعض. البروديوسر هتشوفوها قريب جدا قريب جدا تمام على حاجه بتاعتي. الارتست بتحاول تلاقي نفسها دلوقتي عشان في ايدنتيتي، في ايدنتيتي لازم الاقيها. بتحاول تخلقي ايدنتيتي؟ مش بحاول اخلق ايدنتيتي، مش تصطنعي بالظبط، تخلقي اكون معروفه بفهم بحاجه فاهم، فانا بجرب. ومعلش يا جدعان استحملوني ان انا بجرب فهبقى تقيل عليكم شويه بس ما فيش حاجه تمنع ان انا اجرب واشوف بتاع والدنيا فاهم اكسبيرمنت، شوف الدنيا ماشيه معايا ازاي. اوكي تمام. بس هل في حاجه حصري لينا؟ حاجه حصري؟ اي خبر؟ بصي يعني مثلا احنا عارفين انت شغال على التراك دلوقتي وهو هينزل والناس هتعرف كل حاجه. ايه بعد التراك ده؟ هتشوف اليو كي سين في السين المصري. اوه بس اوكي هتشوف الدريل بيتعمل ازاي اكسكلوسيف يا جماعه معرفش
مع راشد. مع راشد. تمام. مع راشد. تمام. دي كده. بيت فان. الاكسكلوسيف. حلو جدا. جامد جامد جامد. طيب كبروديوسر في حاجة هتشتغلي مع حد ولا لوحدك؟ لا لوحدي. هتنتجتي؟ لا لا لوحدي. لوحدي بس أنا في ناس أنا عايز أشتغل معاها. قوي. قوي. فاهم؟ كبرودوسرز يعني كولابوريشن كبرودوسر. انت تبقى انت بروديوسر وهو فاهم؟ اوكي تمام. فاهم؟ مع ناس كتير. ده حلو ماشي. يعني احنا هنستنى ونشوف بيري رايحة فين. عشان كده احنا هناخد سيلفي دلوقتي. واحدة كمان كده. اتنين وصنفر. حق. ناحية تانية. يلا احنا وقت البرنامج فاهم دقيقه دي مش اخر حلقه طبعا دي اول حلقه معاكي وان احنا لازم نقعد مع بيري تاني لسه ده في بعد ما نتنزل كذا حاجه انا عندي حاجات كتير قوي بالظبط لسه هنقعد معاكي ونشوف بيري عملت ايه ونقعد معاها تاني ونتكلم تاني وخصوصا على موضوع البنت في مصر ماشي في الراب المصري فانا بشكرك جدا يا بيري ان انت جيتي بشكركم انتوا انكم جبتوني الصراحه نورت في البودكاست ثانك يو انا ممكن بس اقول حاجه ان هي دي يعني موفمنت حلوه قوي 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 انه يبقى في بودكاست ديديكيتد للهيب هوب يا جدعان شكرا بيري شكرا جمهور ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب حركه الجرس اعمل كل حاجه و في الديسكريبشن بيري في الديسكريبشن حط اليوتيوب شانل بتاعه بيري وخليكوا كل خميس الساعه 10 بالليل كل يوم حد الساعه 10 بالليل على بودكاست تحت الارض في كوكب الارض بيس